تكون من الطرق وسوء الخدمات في المنطقة. رسالة لأبو عاصم، كثير من مناطق الكويت تشتكي من موضوع الخدمات والطرق، لكن أهل الرقة فعلا يعانون، وراح أراويك التقرير مدى معاناة أهل الرقة لسوء الخدمات والطرق اللي للأسف تحتاج إعادة صيانة من جديد. شوف التقرير. أبو أحمد، هذه شوارع الرقة، شوف تقول كنا حنا في هجرة، شوارع ليلتات ما في إضاءة، شوف ماكو ليلتات، شوف ليلتات ولا شيء، ولا حتى قار، ما في قار، التليفونات مقطوعة عن البيت، كل شيء مقطوع. لحياة اللي من تنادي صار لنا سنة بالضبط من رمضان اللي فات إلى الحين. تكلم أبو أحمد، شوف والله كلم المسؤولين ماكو فايدة، والأعضاء ماكو فايدة، ما يتكلمون. هذا الشوارع بالليل، شوف هذا الجزء الثاني من التصوير الأول، شوف هالشوارع الحين بالليل، شوف شوف شوارع بالليل، شفتها؟ شوف هذا شوارع بالليل، ذمتكم هذا شوارع؟ شوف بالليل ظلمة كلش، خرمس ما في، كلش ما في ليتات، ما في شيء، ما في إنارة، ما في شيء، شوارع لا رصيف لا أي شيء، أي شيء أي شيء، كل شيء ما في شيء. أنا ما أقدر أقول إلا والله عيب يا وزارة الأشغال إن في منطقة مثل هالمناطق لا إضاءة ولا طرق مثل الأوادم، والله العظيم عيب، لكن وين المحاسبة؟